يستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. بيان نقابة الأئمة والدعاة المستقلة. قد تلصمنا عبق الحرية في عهد رئيس الجمهورية المنتخب الأستاذ الدكتور محمد مرسي. وجاءت حكومة الانقلاب وجاءت حكومة الانقلاب الدموية ليسيطر أمن الدولة على كافة مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف، فقد هاننا وأفزعنا نحن أعضاء نقابة الأئمة والدعاة ذلك الخطب الجلل الذي وقع في جميع مديريات أوقاف الجمهورية، وخاصة مديرية أوقاف الشرقية، حيث تم استبعاد عدد كبير من الأئمة ذوي الكفاءة والخبرة من خطبة عيد الفطر المبارك في الساحات التابعة لأوقاف الشرقية، وذلك للتدخل السافر في شؤون الدعوة من قبل أمن الدولة المسمى حاليا بالأمن الوطني. كما يؤسفنا ما حصل لبعض إخواننا الأئمة من محاولات لتشويه صورة الإمام، حيث تم القبض على كل من فضيلة الشيخ محمد نعيم زكي إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف جمال محمد عباس إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية في كمين بالإسماعيلية، وتم الاعتداء عليهما بالضرب والسب والقذف، بالضرب والسب والقذف وإلقاء عمامتهما. وإلقاء عمامتهما على الأرض ووطئهما بالأحذية، وأجبروهما على التصوير بأسلحة نارية من قبل الشرطة البلطجية، وذلك لتلفيق التهم فما لهما وذلك لتلفيق التهم لهما، وهذه إهانة لكل عمامة أزهرية ولكل إمام، برعاية من؟ وزير الانقلاب بالأوقاف.
لقد تم عقد جلسة طارئة بمجلس النقابة يوم الخميس الموافق الأول من شهر شوال عام 1434 هجرية الموافق 8/8/2013 برئاسة نقيب الشرقية فضيلة الشيخ هشام الباز وفضيلة الشيخ محمد نصيري الأمين العام لنقابة الأئمة. وقد قررنا الآتي: أولا، التأكيد على دعم الشرعية وإسقاط الانقلاب الغاشم الفاشل. ثانيا، عدم الاعتراف بوزير الانقلاب بالأوقاف. ثالثا، دعوة كافة علماء ودعاة مصر إلى المشاركة في الاعتصامات والمسيرات للمطالبة بإسقاط الانقلاب. رابعا، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأئمة والدعاة المعتقلين. حمى الله مصر وشعبها من الخائنين الفاسدين الفاسقين، وحفظ الله مصر من كيد الكائدين وفساد المفسدين. ثوار أحرار هنكمل المشوار، ثوار أحرار هنكمل المشوار. شعار واحد، شعار واحد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، من لا غيرك يا الله يا الله يا الله يا الله. خذ السيسي واللي معاه، خذ السيسي واللي معاه. شكرا لعلماء الازهر الشرفاء، لهم منا كل التحيه، فقد جاءوا ليعلنوا موقفهم بتاييدهم للشرعيه وانهم ضد الانقلاب.